مرة فرخة دخلت عزا قالت البقاء للي. مرة فرخة جابت مجموع حلو دخل كلية حكومة. مرة فرخة استغربت من حاجة قالت وذكاء. انت قعدت تتنكوا دلوقتي بقت ريحتي احلى من ريحة البرفان. انتوا كنتوا بتفضلوا تتكلموا وبتقولوا يلا ما تسواش بصرة، دلوقتي انا اللي بقيت اسوى كل حاجة. مش انا اللي كنت بتتراعى عليها من زمان، دلوقتي بقت البريمو. انت قلبك قاسي قوي قوي، انت مش بتحس كده وكده، انت قلبك قاسي قوي قوي انت. اصحوا اللي اصحوا، في ايه في ايه، الساعة كام؟ اصحى يلا يا عنب، اصحى يلا بطاطا وبطاطس، الساعة 10 يلا عشان نهرب. صباح الخير يا جماعة، انتوا جاهزين للهروب؟ انا جاهز. يلا يا جماعة، واحد واحد ينزل من التلاجة. اقولكم ايه، في حد عايز ياكلنا بكرة. طب هنهرب ازاي؟ انا مش عارف. طب انا عندي فكرة. هي الفكرة ياريت تقولنا، اصل انت دماغك بتجيب حاجات جامدة جدا. احنا نفتح الباب بأقوى قوة عندنا، بعد كده ننزل، بعد كده نحاول لإيه نمسك الأكرة ونفتحها ومن نعدي من عتبة الباب، بعد كده نهرب ونعمل خيمة نبات فيها بقى كده محدش يقدر يوصل لنا. ماشي، حلوة الخطة دي، حلوة. ده انت دماغك يا أخي بتجيب أفكار الجن اللزق زتفسه ما يعرفش يجيبها. حلوة دي. بس أنا عايز أسأل سؤال، الساعة كام بالظبط؟ الساعة 10 بالليل، عشان هما بالذات بيناموا في الوقت ده. حلوة الساعة 10، حلوة الساعة 10، حلوة الساعة 10. لو عايزين تشوفوا الجزء التاني لما احنا نهرب اعملوا لايك واشتركوا في القناة. يلا باي. تيجي نروح نشتي نعيش فينا، ونروح نشتري قطة جبنة، ونروح عالبيت ونسيح جبنة رومي، ونشرب اتنين شاي. انا بنسى معاك يا مومي، معاك مفرحش ازاي. تيجي نضرب طاجن بامية، مش شرط يكون باللحمة، علشان اللحمة غالية فوق ال20 جنيه. تيجي نشرب زبادي، اخد انا اللي بالخوخ واسيب لي جنت اللي بالمانجو. عامل ايه يا برتقان؟ ازيك ازعى، عامل ايه؟ طب ليه طيب الغاتب والطقان ده؟ انا بحبك. طيب ايه اوزع في ايه، انت هتعدي كده تزعجينا لغايه امتى؟ وبعدين اصلا انا بهزر معاك. انا اوزع يا حبيبتي وصغيره، احسن ما كنت خينه وعجله. هات الدكتور عشان يخيط، ما قدرش غير اللي قدر، عكس كده كله يتسنطر كلامي. ازيك يا موز، عامل ايه؟ ايه ده، خير ما اخلي البقصله؟ طب ايه طيب الغلط يا موز، ده انا بحبك. طيب يا حبيبي، عشان انا طعمي احلى من طعمك، كل الناس بتحبني اكتر من طعمك. طعمك يا حبيبي احلى من طعمي، احسن ما اقلع قدام الناس. في دماغي هنا شماريخ بتولع، في جيوبي هنا ملايين بنضيع، ورايا هنا حسابات بتخلص. انا ما معيش فطار وجعان لما احس الهود اللي هناك دول. ايه ده، الايدي ده جاي علينا ليه؟ ايه ده، بقولكم انتوا مش معاكوا اكل اصلا، ما فطرتش بقى لتلات ايام. في موزة هناك اهي، روح كلها يلا. ايه ده، الايد ده بيبص كده ليه؟ مفيش، بس انا بس ما فطرتش بقى لتلات ايام. وانا عاملك ايه؟ ايه ده، تروح فين؟ ابعد، رايح فين؟ تعالي انا عايز اكلك، تعالي. اجري يا حمادي، يلا اجري يا حمادي. هابي كريسماس داي. بما ان احنا في كريسماس، جا احكي قصة عن كريسماس. كان يا مكان ما يحشي الحمام، كان في ولد اسمه بابا نويل، كان نفسه قوي في كريسماس يكبر بقى ويروح يوزع هدايا، لغاية ما بقى عنده 82 سنة بقى يوزع هدايا بقى زي بابا نويل بقى. وكان معاه بوكسات كتيرة كان فيها بقى العاب بقى وساعات، يعني حاجات حلوة. راح يوزع على واد اسمه محمد ده كان شقي جدا، بس برضه يعني اداله حاجه خليه ما يبقاش شقي ويفضل يلعب فيها طول النهار وخليه ما ينامش وكده. خلصت التحديه، لو انت عايزين تشوفوها كامله ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تشوفوها كامله. يلا باي. Thank you.
افكر لمراتي واروح اقول لها هابي كريسمس داي، هابي كريسمس داي. انت مش شايفني بعمل حمام؟ اطلع بالا، هو مفيش رومانسية خالص في البيت ده. ايه ازيك يا افوجادو، عامل ايه؟ ازيك يا فراوله اللي في وشك بذر كتير؟ طب ليه كده يا افوجادو؟ ده انا بحبك. معلش يا حبيبتي بهزر معاكي. لا يا حبيبتي ما بحبش الهزار ده، ولو انا فيها بذر كتير انت فيكي بذره قد البطيخه واكبر. هات الدكتور عشان يخيط، ما اقدرش غير اللي في يالا. ايه ده في ايه؟ يا علي انت مالكش اخوات بنات؟